انتهينا إلى أن خمس أرباح المكاسب واجب في عصر الغيبة الكبرى. والدليل على ذلك لا هو الآية المباركة في القرآن الكريم، ولا هو تشريع نبوي أو ولوي ثابت، لأنكم تعلمون نحن نقسم الأحكام إلى أنواع. النوع الأول ما ثبت بتشريع الله، النوع الثاني ما ثبت بتشريع من الرسول أو أحد الأئمة، وكلا هذين التشريعين من أجزاء الشريعة. خمس أرباح المكاسب لا هو من النوع الأول ولا هو من النوع الثاني. وهناك نوع ثالث من الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الولائية الصادرة من النبي والأئمة، وهذا متفق عليه بين جميع علماء الإمامية وإن اختلفوا في المصاديق، أن هناك مجموعة من الأحكام الولائية الصادرة عن النبي وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا. نعم، وقع الاختلاف في بعض مصاديقها، هل أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار هل هو حكم ثابت أو أنه حكم ولائي متغير؟ بعض يرى هذا وبعض يرى ذاك. خمس أرباح المكاسب في اعتقادنا ليس حتى من النوع الثالث، يعني ليس حال خمس أرباح المكاسب حال القضاء في عصر الغيبة الكبرى، أو حال جواز الإفتاء للمجتهد المطلق في عصر الغيبة الكبرى، باعتبار أننا نعتقد أن جواز الإفتاء وجواز القضاء وأمثال ذلك في عصر الغيبة الكبرى إنما هو حكم ولائي صادر من الأئمة في عصر الغيبة الكبرى، ومن هنا بمجرد أن يظهر أمرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فإما أن يمضى هذا الحكم، وإما ماذا؟ وإما أن يرفع هذا الحكم، كما وجدنا في خمس أرباح المكاسب في عصر الحضور، أن الإمام السابق عندما جعل حكما ولائيا فهذا الحكم الولائي عندما يأتي الإمام اللاحق إما أن يمضيه وإما ماذا؟ وإما أن يرفعه. وذكرنا مثال ذلك أعزائي في خمس الحق الذي وضعه الإمام الجواد، وضعه نصف السدس، عندما جاء الإمام الهادي تجدون مباشرة سئل أنه نصف السدس الذي وضعه الإمام الجواد أو خمس، الإمام لم يمضي ما وضعه الإمام الجواد، يعني لم يمضي ما وضعه الوالد الأب، ولكنه ماذا فعل؟ أرجعه إلى الخمس. فهل أن خمس أرباح المكاسب من النوع الثالث؟ الجواب في اعتقادنا لا، وإنما وجوب خمس أرباح المكاسب في عصر الغيبة الكبرى إنما هو حكم ولائي يصدره المجتهد المطلق، للمتجزي على اصطلاحنا المجتهد المطلق، لأننا نعتقد أن المتجزي لا يحق له أن يصدر أحكاما ولائية في أي ظرف من الظروف. نعم، من آثار الاجتهاد المتجزي بحسب تعريفنا له كما في الفتاوى أنه يحق له أن يستند إلى آراء نفسه، يحق له أن يبين آراءه ونحو ذلك، أما هل يجوز له التصدي
للإفتاء والمرجعية له بحث آخر، لمسألة القضاء، لمسألة الولاية ومسائل أخرى، فوارق مهمة موجودة بين النوعين من الاجتهاد. إذن أعزائي، نحن من حيث النتيجة لا نختلف عن المشهور أو المتفق عليه بين علماء الإمامية في وجوب خمس أرباح المكاسب، ولكنه نختلف معهم في الدليل على ذلك في عصر الغيبة الكبرى.